عندك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، نبدأ إن شاء الله المراجعة بتاعتنا دي، أعتقد رابع حصة في المراجعة على أسئلة الدليفري والليبر، وطبعا إحنا بنغطي حاجات تانية على قد ما نقدر، اللي بنلاقيه في وشنا بنغطيه يعني. فنبدأ بيك دكتور ثروت كده تقرأ السؤال. سيفن years old برايم جرافيكا 102 كيلو بي ام اي 40 سينز انتي تكريك فور بوكينج في حاجه مغطيه على الشاشه بتاعتها كونسيفد فور انجلوينج بيريد اوف سافرتيتي ثرو اسيس كونسبشن الترا ساوند سكان كونفيرم دايكرونيك دايمر توين بريجنس ات 11 بلس 5 دايز بروفلاكتيك لو molecular weight heaven has been given throughout pregnancy. Category 3 cesarean section has been performed at 37. What is recommended as the best practice as regard reducing the maternal risk of venous thromboembolism in the berbarium? Number one, احنا نشوف الريسك فاكتورز اللي عندنا دلوقتي. 35 more than 35 years. ادي one risk. Will be on ادي 44 ده 2 ريسك لوحديه يبقى 34 والاي في اف ادي 1 ريسك ده 4 ريسك وعامله زي اللي انتي قاعدين فيه. ثواني، الاي في اف از نوت ا ريسك فاكتور ات انترا بارتم بيريود، اتس ا ريسك فاكتور ديورينج بريجننسي. تمام، ما احنا عندنا التوينز برضه، احنا عندنا اكتر من 4 ريسك فاكتور. التوينز 4 يعني عن سيزيرين سكشن لكتف اتس 5 بالظبط، فاحنا كده هنديها دي والويت 102 فهنديها لو مولوكيولار ويت هيبرين. بس هنا في لحظه 60 عشان الويت 120 60 اللي هي سي يا دكتور احمد اللي هي سي 6 ويكس تمام 6 ويكس. طب وليه مش 10 دايز؟ ليه مش 10 دايز؟ الو الو لو كان جايب لي هنا 10 دايز، هو طبعا دلوقتي ما عادش فيه 7 دايز، هو لا 10 دايز لا 6 ويكس بوست بارتم. ليه ما ناخدش 10 دايز او كده؟ رجع صوت، رجع سامعيني يا جماعة؟ ألو 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 ايوه دكتور احمد، ايوه حبيبي، ايوه عليك سمحتني ولا عيد تاني ولا حاجه؟ لا 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 انا معاك، انا بس بسالك لو ليه ما نديش 10 دايز، ليه ندي 6 ويكس؟ لان عندي اكتر من 2 ريسك فاكتورز. تمام، بيرزيستنت ريسك فاكتورز، ففي الحاله دي باكستند الانتي كواجيليشن بروفلاكتيك انتي كواجيليشن الى الى 6. بصراحه انت بتقول لي ان الاي في اف والاي ار تي مش ريسك فاكتور؟ از ريسك فاكتور فور انتي نيتال ثرومبو بروفلاكسس نوت بوست بارتم ثرومبو بروفلاكس. ماشي؟ تمام. فور انتي سوري دكتور؟ فور انتي نيتال ات از تيك 1 تيك 1 سكور ياخد 1 سكور الانتينيتال بياخد 1 سكور الاي في اف. Yeah, I know what score, but postnatal. When you are going to assess for
a postpartum thromboprophylaxis, don't consider IVF as a risk factor in the postpartum. Okay. الا اذا كان هو في مالتيبل بريجننسي وكان في بي ام اي. يا جماعه بس خلينا بنتكلم واحده واحده وممكن ترجعوا لي البرزنتيشنز بتاعه الايه الثرومبو بفلاكس لانه موضوع طبعا مهم. لا بالظبط. جه عليه اسئله في الامتحان اللي فات ثرومبو بفلاكس. اه جه سؤال عن الفاكتور بي ليدنج. انا واحده نون ان هي عندها فاكتور في ليدن وعايز البوست بارتم بروفيلاكسس فور ريدوسينج دي فينس ثرومبوليزم. تمام. وما كانش معاها بريفيوس ثرومبو. لا هي وقال السيناريو بس ان هي نون معروف ان هي فاكتور في ليدن. تمام. انا اخترت 6 ويكس. 6 ويكس لان هي هاي ريسك فاكتور. دونت هاف تو فايند 6 ويكس. تمام ماشي. اللي بعده دكتور. دكتور احمد لو قال لك ان هي لو هي نون هيتيروزايجوس فاكتور في ليدن. نو ده كونستنت ريسك فاكتور. لو هي نون هيتيرو هيتيرو لمين؟ هي المذر نفسها نون هيتيروزايجوس فاكتور في ليدن از ريجارد تو ذا بوست بارتم بروفايلاكس. ده بياخد 6 ويكس ولا 10 دايز. هيتيرو الهيتيرو بياخد only one. هجيب لكم بالمرة مدام جينا على قصة thromboprophylaxis هجيب لكم ال لأن هو مكتوب يا دكتور أحمد في الجايد لاينز بالنسبة للهيتيرو زايجوس فاكتور بالذات مكتوب إن هو لو في family history. بصوا يا جماعة عشان بس قال لك إن لو في family history كان extend to 6 weeks. ما هو الفاميلي هيستوري اذا نظر ريسك فاكتور. بصوا يا جماعه هي قصه بمنتهى البساطه زي ما احنا شرحناها كده. هو يا دكتور هو الهيتيرو زايجوس فاكتور 5 دوت لو ريسك فاميلي لوحده يا جماعه. طيب ممكن اتكلم ده 1 ريسك فاكتور مع الباقي نتكلم بعد اذنكم. ايوه انا اكتر من 4 بريفيوس في هو بالتحديد اطرحه على كلمه الهيتيرو زي انا عارف ان الهيتيرو زيجس لوحده يعتبر سكور 1 لو ريسك. بصوا على البرزنتيشن هو عندكم اضافوا عليه حته بيقول لك لو هو فاميلي هيست معناها كلمه نون يعني عندها باك تو بيزكس. دايما ما نقعدش نلخبط نفسنا لان ساعات نلخبط نفسنا في حاجات. هو السكور اكتر من 4 ودي غالبا هتبقى ماشيه على هاي دوز ثرومبوبروفلاكس زي ايه اي بريفيوس في تي بي مع اي ثرومبوفيليا. تمام. دي اكتر من 4 دول الناس اللي هم عندهم انتي ثرومبين ديفيشنسي وما جالهمش ايه ما جالهمش في تي اي مجرد ان عندهم انتي ثرومبين ديفيشنسي او بريفيوس في تي اي ما عدا ان هي طبعا بتاعه الايه السنجل ايفنت ريليتد تو ميجر سيرش. تمام. ثلاثه دي هي النون ايه النون هاي ريسك ثرومبوفيليا. تمام ماشي. والميديكال كوموربيتس والسيرجري في الايه البربريا وثلاثه دي بتاخد انتي نيتال وما دام هتاخد انتي نيتال هتاخد 6 ويكس ايه بوست بارت. تمام. بوست نيت زي ما جالك في الامتحان بتاخد من ويك 28 زي ما جالك في الايه الامتحان. تمام. اثنين اثنين بادي ماس اندكس اكتر من 40 او سيزيريان سيكشن الليبر او ثلاسيميا. واحد دي بقى حاجات ايه حاجات كتيره من ضمنها الفاميلي هيستوري اوف انبروفوكت او يعني فاميلي هيستوري بس لواحده بيجي لها في تي اي من غير ما تكون عملت عمليه من غير ما عملت حاجه فدي واخده ايه فواخده واحد. فلو في فاميلي هيستوري بتضيف على النمبر بتاع الريسك بتاعك بتضيف عليه واحد. تمام. والموضوع عمليه حسابيه بسيطه. لو انت عندك 4 بتدي من اي وقت في البريجننسي ولغايه على الاقل 6 ويكس بوست بارت. لو انت عندك 3 بتدي من الاسبوع الكام من الاسبوع ال 28 ولغايه 6 ويكس ايه بوست بارتم.
لو عندك اثنين بتاخد بوست بارتم، تمام؟ لو عندك واحد مش محتاجه تاخد. بس الموضوع حسابيا ما فيهوش اي ايه اي حرفنه، اتفقنا؟ وانا عامل الفي تي اي طبعا مع الايه الميديكال ديس اوردرز، وده هيبقى مراجعته ان شاء الله في شهر 11 باذن الله. الحاجات بتاعته هتتبعت لكم في شهر 11، ولو فيها اي ابديت اي حاجه برضه هتتعدل في البرزنتيشن. طيب يلا دكتوره بسيمه، ممكن تجاوبي معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. A 25-year-old woman. الو، في صوت خالص. انا مش سامع الدكتور بس. طيب اغير الشبكه. الو، الو، الصوت تمام، انا سامع. ايوه الو، لا اله الا الله، انا سامعكم يا جماعه، انا سامع. سامعك كويس يا دكتور ثروت. الو الو، طب الحمد لله. عايزين الدكتوره كانت بتجاوب السؤال، عشان الدكتوره بسيمه بتقول كام سي؟ دكتورة بسيمة بعت ان هي سي. حد ليه اختيارات تانية؟ انا بقول سي برضه، رغم ان انا مش والله انا رايي ان اكتر من 14% في رحمك. يعني واحدة عندها 34 ل 44. واحدة عندها كلاميديا، لا الريسك بتاعها ممكن يبقى
اراوند يعني تلت العيانين يعني، يعني هي اراوند 30% لحد اب تو 40%. طب والبيبي ان يجي له، ان يجي له انفكشن ان البيبي يعني مور ذان 40% ممكن يجي له اوفثالميا ونيوناتورم كمان، تمام؟ اذا كان بري ماتشور اراوند 60%، اذا كان بري ماتشور اذا طبعا هيولد فاجينال، طبعا اذا كان هيولد فاجينال يعني، تمام؟ يعني يبقى الاجابه ايه؟ اعتقد دي ماشي 34% دي. ماشي طيب. انا مش عاوز، خلينا نشوف اسئله اكتر ريليتد لل، انا عارف ان انتوا لسه ما سكتوش الانفكشن، فخلينا نتجاوز الاسئله بتاعه الانفكشن دي، نخش على، خلينا تمام ماشي ماشي. لا انا عاوز بس ادي اسئله على اللي هي الاوبستاتريك ايمرجنسيز اكتر، فهنشوف مجموعه الاسئله الثانيه دي. تمام معنا options و وفي some clinical scenarios، وعاوزين نشوف كل option هنختار ايه، الكلينيكال كل clinical scenario هنختار ايه الاوبشن اللي هنختار. فمين هيشارك معنا بقى؟ الدكتوره مين؟ دكتور الدكتوره ريهام، اتفضلي. The patient with previous 1 CS and her second CS placenta found to involve the uterine vesical space delivered and trying to control bleeding, uterine tonic and the bilanch, but still she's bleeding from the from one corner at vesico ureteric junction. The team concerned, but sad patient still. ما اشوف الاختيارات يا دكتور. طب قبل ما تشوف الاختيارات انت عاوز تعملها ايه؟ الاسئله دي يا جماعه اساس اجابتها انت عاوز تعمل ايه، مش الاختيارات موجود فيها ايه، وبعدين على حسب اللي موجود انت عاوز تعمل ايه تشوف الاختيار المناسب ليك. لكن لو انت داخل تقرا الاختيارات هتتوه نفسك قبل ما انت ما تبقى عارف انت بتفكر في ايه. هما مش يعني تعمل لها يوتراين اوبسولايزيشن ولا انترنال ايك ولا لسه؟ هي يوتراين لايكيشن، يوتراين ارسولايزيشن. طيب هي عندها نزلت من الكورنر. احنا عندنا دلوقتي المهمه كانت placenta found in vesical space. Vesical space. يعني هي واضح ان هي كانت placenta accreta. Accreta. وهي delivered. هي ده جالكم في الامتحان؟ لا لا. لا. وكانوا trying to control bleeding بالuterotonic والبيلنش ولكنهم ايه؟ فيل. يبقى انا عاوز اخش على ايه هنا؟ عاوز اخش على الدي فاسكولاريزيشن، مش كده؟ تمام. فاللي بفكر فيه هو ايه؟ هو الدي فاسكولاريزيشن. But still there is bleeding from one corner at vesico ureteric junction. حته خطيره جدا، عارفين الحته دي كده اللور سيجمنت؟ عشان كويس جدا.
وبيبقى هنا في ايه اليوريتر معدي تحت كده وداخل هنا في الايه في اليورينري بلادر حته. طبعا ده هنا بيبقى السيرفكس، بيبقى يعني هنا قدام السيرفكس ده بيبقى السيرفكس، دي اليورينري بلادر قدامه يعني ده الفاجينا بقى ورا، والحته دي اللي هي ايه اللي هي اليوريتر جاي بقى وبيبقى طالع قدام الايه قدام حته جزء من الفاجينا كمان، تمام. دي اليوترو اسمها ايه يوترو فيزايكل هنا فيزايكو يوريتريك جانكشن، فيزايكو يوريتريك جانكشن، فيزايكو يوريتريك جانكشن، تمام. الحته دي طبعا اليوتراين ارتري بيبقى معدي، بيبقى معدي بقى قبليها، بيبقى معدي قبليها كمان، انت نزلت وطالع هنا على ايه بليدنج تحت الليفل بتاع اليوتراين ارتري. بليدنج هنا عند ايه عند الفيزايكو يوريتريك ايه جانكشن، ده تحت الليفل بتاع اليوتراين ارتري الووتر اندر بريدج، ده قبل الفيزايكو يوريتريك يعني اناتوميكالي الفيزايكو يوريتريك ده اخر حاجه، ده خلاص اليوريتر داخل، تمام. البليدنج عند الحته دي الاناسيتيك كونسيرنت but said patient stable، هو طبعا في كميه بليدنج ولكن البيشنت ايه ما زالت ستيبل. ستيبل دي مش معناها ان هي مش شوكت، احنا عارفين ان في ستيجز من الشوك بتبقى ستيج 1 ولا حاجه، تمام. ايه رايكم؟ انا قصدك استريكتومي، انا بحاول ان انا انقل الوضع اللي هو موجود في اوضه العمليات في الوضع ده، يعني تخيلوا كده في الوضع ده عيانه كانت بلاسينتا اكريتا والبلاسينتا فصلت، بس واضح ان الحته اللي هي الجزء كانت لو لاينج خالص، حصل بيحصل بليدنج من اقل اوطى حته في ال حته يعني يعتبر تبع الفاجينا اكتر، يعني احنا هنا في الليفل بتاع الفاجينا، حصل بليدنج حوالين الفاجينا يعني اليوتراين، ماشي. البليدنج غالبا من برانشز من اليوتراين، هتعملي ايه؟ حد واجه حالات زي كده قبل كده؟ ممكن على فكره الحالات دي تبقى اكتر في الطب وفي الرابشر يوترس شفناها، يعني الرابشر يوترس اللي هو بيبقى بالذات في المالتي بارس اللي هو بيبقى اللاترال بارت بتاع انجلر على ايه على اللاترال بارت كده بيبقى في بليدنج من اليوتراين في الحته دي، هنعمل له ايه؟ هنربط اليوتراين very very difficult ان حد يقدر يايدنتيفاي اليوتراين في المكان ده كده بسهوله. ليه؟ ده اليوتراين غالبا هنا افالزت وحصل له ريتراكشن والحته دي مش عارف، مش صعب جدا ان انت تجيبها، وعلشان تجيبها لازم تهدي الدنيا قبل ما تخش فيها. فدي غالبا يا جماعه غالبا يعني من كلينيكال بوينت اوف فيو او من ريل بوينت اوف فيو، انا بكلمكم من داخل اوضه العمليات كده، لما الواحد بيلاقي ان هو في السبيس ده وحته مش عارف يكنترول بريدنج فيها بيعمل ايه؟ هنا بقى ممكن يلجأ ليه ان هو يقلل البريدنج كل حاجه، فممكن يعمل ايه؟ يعمل انترنال ايليك ارتريلايجيشن، انترنال ايليك ارتريلايجيشن. ايه اليوتراين ده صعب جدا، اصل انت حتى لو ربطت اليوتراين هنا انت بتربط اليوتراين فوق مكان الايه فوق مكان البليدنج. الحاجه الثانيه اليوتراين اللي انت عاوز تربطه لو هو السبب او فيه منه ديسندنج برانش او بتاع هيبقى ديفيكالت جدا، فهو هنا انت لازم ايه تروح للمحبس بتاع لا اما تربط اليوتراين بعيد عن اليوترس، وده صعب جدا ان انت تعمله في عيانه بريجننت يوترس واللاترال بيلفيك وول ما عندكش سبيس، فغالبا بنبدا بيه او بنعمل هنا الايه انترنال ايلياك ارتريلايجيشن. لو حد مختلف معايا وعنده جاستيفيكيشن لحاجه تانية انا تحت امره ونتكلم ونتفق. لا تمام، لا تمام، نشوف كده الاجابه يعني او السجستد انسر، يعني الاجابات دي كلها اجتهاديه، فلو حد عنده وجهه نظر او سمع اذر بوينت اوف فيو
وعاوز نتكلم فيها نتكلم، مفيش أي مشكلة خالص. السؤال اللي بعديها، مين معانا؟ دكتورة وسام، تحب تشاركي؟ نعم. patient previous three cesarean section are delivery by cesarean section have actually respond to stars of to oxytocin, ergometrine, and 2 days of carboprost IM, but again start to bleed. Anesthetic consent and mention the patient is unstable. Bilan will work for her. Bilan unstable. هنا بقى يبقى خش على تراكتوم يعني؟ بقول لك سكشن ان ستيبل وخدت كل الترايلز. Not كل الترايلز، هي اخذت اونلي ميديكال تريت. ودنت ستارت فور لسه ما لقيتش. اونلي ميديكال تريت، ويل ستارت بي لانش اند اف ات از بي لانش. بي لانش بي لانش بي لانش أنا ستيبل. بتعمل لها بي لانش؟ ما بتوقع. Why not؟ بعد يعني رأسا هيستركتومي you have to try to give the patient try. ممكن نعمل بي لانش. ما قلناش إن مش patient unstable. ما قلناش إن هو ما قلناش إن هو مش ممكن، لكن يعني هنا بقى يجي بعض الإيه النقط اللي ممكن تتحط اللي تخليني ابقى متوجه في اي اتجاه من الاتجاهات. تمام، يعني ان ستيبل دي بتوجهني الصراحه اكتر ناحيه الهستريكتومي وبريفيوس 3 سيزيريان سيكشن. وده الحمل الرابع ليها برضو توجهني ناحيه الايه الهستريكتومي كومبليت. يعني في نقط بتوجهني ناحيه، لو قال لي كمان ان البيشنت مثلا جوهافز ويتنس ومش هتاخد دم، ده يوجهني برضو ناحيه ايه الهستريكتومي. الايدج بتاع العيانه لو هو ايه اللي مثلا عيانه 40 يير وومن. انا طبعا دي اسئله صحيح، اسئله ريكولز، ما اقدرش اعرف السؤال جه في الامتحان بالظبط ازاي. لكن انا بقول لكم ازاي بنفكر. تمام، وكل نقطه او هو كل وكمان هو عاوز يوجهني ناحيه ايه، ناحيه حاجه معينه. لو سمحت بعد اذنك يا دكتور احمد، ايفن لو كل الداتا دي موجوده اللي حضرتك بتقول عليها، وانا قدام مني ان ممكن اعمل بي لينش وسيف اللايف اوف ذا بيشنت بسيمبل مانوفر، واي دونت كريت if the patient young. بص يا حبيبي، يعني انا هفترض ان هو انا هقول لك. طيب اسمعني برضه العنين المالتي بارس بيبقى الريسبونس بتاع البي لينش والهيموستاتيك فاكتورز مش زي العيانين برايم جرافت. يمكن برضه في الشغل الاوبستاتريك بنلاقي اليوترس المنفوخ كده، ساعات بنلاقي اليوترس مهلهل كده، ده حتى ما تعرفش تعمل فيه بي لينش. الحاجه الثانيه، انت عشان تعمل بي لينش انت العيانه هتبقى فقدت قد ايه على ما انت ما بتعمل بي لينش، وفي نفس الوقت انت هل هو هيبقى ريسبوندنج ولا. انا ما بقولش البي لينش غلط، ممكن انا بكلمك ايه اللي هنعمله في الامتحان عشان ناخد درجه السؤال ده. تمام، وهو حاطط لي حاجات، ممكن يحط لي حاجات تخليني ناحيه البيلانش، ممكن يحط لي حاجات ناحيه الايه ال اللهم صل على النبي. هو السؤال دوت لو شال كلمه ان ستيبل وانا نعمل ايه، كنا نختار البيلانش اكيد. لو شال كلمه ان ستيبل اي توتالي اجري ويز يو. لو العيانه ستيبل انا ما عندي وقت، ما عندي فرصه. بص دايما هو كاتب لك كلمه في الجايد لاين هيستريكتومي سونر ذان ليتر.
لو انت مضطر تعمل هيستيركتومي العينه مش هتبقى سيفت. لو انت العينه سابقاك وانت مش قادر مش لاحق تعمل الهيستيركتومي العينه العينه خلاص بتديتيريوريت وانت بتماشي بالستبس كلها. طب انا دلوقتي عملت ايه؟ اديت اكواليكس وبستنى اشوف الريسبونس. لا مفيش ريسبونس، يلا نخش على البي لينج، يلا نخش الكومبريشن سوتشرز ثانيه، يلا نعمل ديفاسكولاريزيشن، يوتراين ارتري، نطلع شويه يوتروفيزايكل، هنربط عند اليوتروفيزايكل، طب نطلع كمان استنى نقيل لك العنب بتتريت، طب نعمل ايه؟ طب يلا بينا نفكر نعمل هيستريكت. على ما تيجي تاخد كلمات الهيستريكت هتبقى العنب الوسط بالظبط. يعني ممكن ابدا بالستريكتوم اساسا لو الحاله وان ستيبل مش فيش وقت يعني. سونر زان ليتر. يعني ايه سونر زان ليتر؟ نعم نعم. يعني ما تخليهاش هي الاخيره، هي الاخيره في الترتيب، لكن في عيانين انت بتفكر فيهم وفي مصلحتهم قبل الترتيب بتاع الجايد لاين. يعني انا مهمتي ايه؟ مهمتي ان انا سيف تمام؟ تمام. حد مش موافق او عايز نتكلم يعني، او شايف في كلام موجود في الجايد لاينز مختلف للكلام اللي بنقوله ده او كده؟ لا تمام. هي الحاجات دي طبعا دكتور احمد ممكن نلجأ للانترنال ممكن ايه؟ ممكن نلجأ للانترنال إلياك ارتري ليجيشن قبل ما نفوت على يعني بايلاترال نعمل بالعكس قبل ما نفوت على الهيستركتومي بالعكس بالعكس. The, if you are going to do internal iliac in like this case you will be blamed. يعني اصل الحاجات دي كنا بنعملها ايه؟ يعني كنا بنمر بيها وبعدين نيجي في ميتنج في الميتنج ايه؟ انت ليه يا عم عملت انترنال ايليك؟ ما كنت خلاص دي عيانه، امال لما هتعمل هيستريكتو مين؟ ما تعمل على طول هيستريكتو حتى لو العيانه عدت، الناس ما كانتش تسيبنا. يعني الميتنج او اللي هم بيعملوا اسسمنت والميتنجز في الاوبستاتريكس مهمه جدا عشان كده، لان الديسيجن ما بيبقى ساعات الواحد بياخده حتى لو العيانه عدت ممكن ما يكونش الاوبتيمم ديسيجن. تمام؟ فلذلك بيبقى مواضيع الميتنج. انا بالنسبه لي هي انترنال ايليك اول حاجه محتاج اكسبيرينس كويسه. الحاجه الثانيه مش دايما فيزبل، هياخد وقت من العينه العينه انستيبل ومش افكتيف في كل العيانين. فبالعكس ده لو هنعمل حاجه هنا يبقى انا اي اجري على البي لينش عن الانترنال ايليك كمان. اي حد يعني لو وسهل سيمبل موضوع حاطين ستيبس دكتور يعني انه اخر شيء انه نوصل للهيستركتومي. لا لا احنا كده مش فاهمين روح الجايد لاين، احنا كده بنطبق الجايد لاين او عاوزين نطبقه كلاميا مش بنطبقه بالاحساس. ولو هنطبقه بالكلام هنحل الاسئله غلط. هيستركتومي سونر ذان ليتر، وبعدين دايما انت عاوزه تو سيف البيشنت نوت تو سيف الجايد لاين. في ستين ده الجايد لاين، لو الجايد لاين ده مش هيساعدني ان انا انقذ حياه العيانه، هو الجايد لاين موضوع ليه؟ عشان تنقذ حياه العيانه. لو هو مش ماشي معاك في انقاذ حياه العيانه ما تعملوش. اتفقنا؟ ماشي. مين اللي عليه الدور؟ دكتوره سمر. ماشي هاخد تليفون بس على ما تقرا السؤال. ايوه السؤال فين السؤال يا دكتور احمد؟ فين السؤال؟ خليك معانا نرمين. اهو السؤال اهو يا باشا. حط سؤال. ايوه نرمين. حاضر تمام. الو ايوه تمام. 35 years old prime grandma with no significant past medical history presents at 30 weeks of gestation with a sudden onset of epigastric pain that's related to the back. Prior to this, she had been seen repeatedly with right hypochondrial pain. Her blood pressure last antenatal clinic visit was normal. She's apyrexia. But tachycardia, pulse 110 beats per minute,
and hypotensive, 80 for 50 millimeter mercury. But the most likely diagnosis. The hepatic rupture. Hepatic rupture, yeah. ماشي خلاص وشيلي وشيلي الانتر تراين بنش ماشي يلا ايوه يا جماعه معلش ناس مين اللي جاوب السؤال ده؟ ايه الاجابه يا جماعه؟ الو ايوه هيباتيك رابشر الو هيباتيك رابشر حد سامعني هيباتيك رابشر ليه حضرتك نعم ليه هيباتيك رابشر من الهيستوري بتاع العيانه عندك صادق اونست في الجاستريك بين وفي عندها باست هيستوري of right hypochondrial pain يعني في past history of hepatic impairment او hepatic disease تمام عاوزين نخلي بالنا بقى من موضوع الايه ان احنا ممكن يبقى عندنا causes of hemorrhagic shock other than الايه other than الobstetric تمام فممكن يبقى فيه ومن ضمن الحاجات طبعا المهمة الايه الهيباتيك رابشر بالذات في العيانين طبعا ايه لو في حاجة في الليفر ممكن تعمل هيباتيك رابشر طبعا لو في ايه هيمنجيومز تمام وطبعا برضو نخلي بالنا في عيانين البري كلامس والعيانين الهيلب سندروم بيبقى الليفر برضو مور لايبل تو رابشر تمام فنخلي بالنا من القصص دي كلها تمام برضو هنا من ضمن الديفرنشال دايجنوست لحاجه برضو نخلي بالنا منها الرابشر اوف اورتيك انيوريزم يعني ممكن يجيب لي كيس سيناريو يعني يجيب لي في الامتحان اي ام كيو لكذا حاجه فيها لم جينيتال هيموريدج يبقى في نون جينيتال هيموريدج يبقى في مثلا السيناريو ده وده اجابته ايه هيباتيك رابشر واحد تاني او واحده يعني واحده حاله تانية يبقى فيها مثلا ان هي عندها بالذات لو قال لي ريسك فاكتور للاورتيك انيوريزم يعني مثلا عندها مارفان سندروم او عندها وان اوف ذا كونجنتال حتى ما قالش بس العيانه فيها في كاركترستيك كده للرابشرد اورتيك انيوريزم من اكتر الحاجات الايه الانتر سكابولار بين انتر سكابولار بين chest pain و interscapular pain ده بيبقى ماشي معي مع ال dissecting aortic تمام فيعني دي افكار لي اسئله مش شرط السؤال يجي زي ما هو طبعا ماشي ماشي مين اللي عليه الدور؟ مايك جاوبت يا فندم انت جاوبت مش سامعين دكتورة هالة معانا دكتورة بسيمة اتفضلي You are seeing a 29-year-old in the clinic for counseling. She has four mid-trimester miscarriages and the last two all followed by a self-vaginal perforation. And the other is she was in the clinic. What would you approach?
الو يا دكتور احمد. ايوه انا معاك. طب بتروحوا فين يا جماعه؟ الو الو يا الله يا ربي. الو يا باشا تعالى اقعد معانا في السعوديه، بصراحه تعالى اقعد هنا معانا في مكه احسن. فاكر لما كنت في الكويت كانت النت عامله ازاي؟ كانت النت جميله جدا جدا، تعالى بيه في مكه هنا ومية مية النت. يا الله ربنا يرحمك. ربنا يكتبها ان شاء الله. اهي هي الإجابة ترانس أبدومينال سكنة زي ما الدكتورة بتقول فعلا. ترانس ابدومينال. تمام. طبعا الفيلير للفاجينال سيركلاج ده من الانديكيشنز اللي الواحد يفكر فيه ترانس ابدومينال ايه؟ ترانس ابدومينال سيركلاج. والسكسس بتاعه قد ايه يا جماعه؟ هو طبعا السكسس جاي من ايه؟ جاي من كيس ستاديز، يعني حالات اتعمل لها سيركلاج وبنشوف هو السكسس ريت كان كام، ان هو البريجننسي كامل، فكان كام يا جماعه؟ حد يفتكر؟ 90% 90 80 يعني مور ذان 80. في بعض الريبورتس اوفر 90 فعلا، لكن هو 80 تو 90. بالمناسبه السيركلاج، او في حاجه ريليتد للسيركلاج، في مانجمنت، في توج ارتكل جديده نازله على المانجمنت اوف ايه اوف بريجننسي وافتر ايه افتر الراديكال تراكيليكتومي. ماشي، انا حتى عملت له كده برزنتيشن، هبقى ابعتها لكم ان شاء الله وممكن نبقى ندسكس. عارفين الراديكال تراكيليكتومي؟ فلو واحده حملت بعد ما كانت عارفه راديكال تراكيليكتومي يعني احنا بنعمل اساسا في التراكريكتومي بنسيرت شروط كار سيركلاج روتيني مع التراكريكتومي، صح؟ ممكن انسرت او غالبا بينسرت سيركلاج اثناءه، ولكن الكير بقى بتاعه بعدها لو العانه حملت ده عليه، هو نقط بسيطه يعني، هنبقى ابعتها لكم ونبقى ندسكس كده في اي مره، ما فيش مشكله ان شاء الله. ماشي تمام. الانديكيشنز بتاعت السيركلاج طبعا من الحاجات المهمه، اعتقد ان ما فيهاش، ده تقريبا هو السؤال اللي انا قلته. ماشي، هو اكتر من 80%. طيب مين عليه الدور؟ ماجنيزم سلفيت فور نيورو بروتكشن. ماجنيزم سلفيت فور نيورو بروتكشن اللي هو بندي 4 جرام انترافينس and then 1 جرام بير اور كابريل كاريدود، وبندي الانفيوجن فور 15 مينتس. فين دي بقى؟ هو 15 مينت، بس معكم الخيارات 15 مينت. فهي باوفر 30 مينت افري داي انتل 30 ويك اوف جيستيشن، اور اوفر 30 انتل 30 ويك. هو طبعا ولا واحده نمبر 1 خلاص. نمبر 1 يا دكتور احمد، نمبر 1 نمبر 1 فور انترافينس اند زين 1 جرام انفيوجن بير اور انتل شي ديليفر. طيب ولو هي موالدين، الافضل ان احنا بندي فور انترافينس كلودنج دوز، وبعدين بندي افري 15 مينتس. يا دي 1 جرام اوفر 24 اور لغايه ماكسيمم بتاعنا 24 ساعه، ما بنديش طبعا بعد 24 ايه 24 ساعه. طيب ايه الفرق في الدوز عن البري كلامسيا؟ هي ال 15 مينتس 5 مينتس 5 مينتس بري كلامسيا 15 مينتس في النيرو بروتكشن. تمام.
Diagnosed obstetrician score pregnancy has been told when the elected for breach of infection pronunciation. She has been counseled and elected to have methotrexate. What is my investigations? No. Should be reported prior to administer this. Full blood count ماشي ده سؤال هايس ما فيهوش حاجه كده خليه اكتر ده خلي اعتقد دي اسئله هتبقى على التوبيك خليها مع مراجعه الايه الايرلي بريجننسي كومبليكيشنز اعتقد ده برضه على التوبيك خليه على الايه الحاجات يعني خلينا نبقى ده برضه ما فيهوش حاجة طيب ماشي يلا السؤال دوت مين هيجاوب دكتورة سمر patient deliver and the full post partum what is the level of hemoglobin defined post هنا الانيميا اللي هو 100 مللي جرام طبعا الليفلز دي كلنا عارفينها البوست نيتال دي البوكينج بتبقى كام 11 في السكند ترايمستر او الثيرد ترايمستر 10 ونص بوست بارتم بتبقى ايه بتبقى 10 ماشي اي كريو بريسيبيت Precipitate. B. Platelet 80, IVGT 1.3, fibrinogen 1.2. Fibrinogen, we have to keep it up to 2, fibrinogen. Cryoprecipitate. And the platelet also. ليه اشمعنى cryoprecipitate؟ طب ما نديها fresh frozen plasma. Can be. Then no B fibrinogen. أقل من كام؟ أنا من اثنين يعني واحد وواحد بوينت احنا عايزين نخلي اثنين طيب نخلي بالنا عشان ممكن يلعب فينا يعني ايه؟ يعني ممكن يلعب في البليتلتس تمام يجيب لي بليتلتس يعني كل حاجه ممكن يجيب لي بليتلتس مثلا 45000 تمام وكل الحاجات نورمال يجيب لي اي بي تي تي مثلا 1.6 والفايبرينوجين نورمال وقتها هبقى ايه؟ هدي اف اف بي فريش فروزن ايه؟ فريش فروزن لازم تمام خلي بالنا كده ايه ممكن يبقى الموضوع يبقى في فاريشن على حسب ايه على حسب السيناريو ممكن تغير الاجابات يعني هو ده اللي يهمنا في الامتحان وانت بتحل اسئله برضو خلي بالك انت كل نقطه ممكن تتغير تغير لي الايه الاجابه ماشي تفضل patient post over 18 hour on patient controlled anesthesia collapse with pain point pupil regarding 12 دي اللي هو الاوبيويد توكسيستي بتاخد نالبسون ليه قلنا ان هي اوبيويد توكسيستي؟ لان عندك في بين بوينت وريسبيرتوري ريت اقل من 12 فده والساتوريشن طبعا اكيد هو حتى نورمال اوكسجين ساتوريشن فده عندك ريسبيرتوري ديبريشن من الاوفر دوز بالاوبيويد البين بوينت بيوبل تمام الانترا ليبيد يتاخد امتى؟ ده بتاع اللوكال انستيكس الادرينالين اللوكال بتبتدي من اللوكال انستيكس تمام لوكال انستيكس ماشي الاتروبين للهاي فوسفو يعني راديكال و الادرينالين في كل حالات الكاردياك ريسك انا فايلكتيك الدي سي شوك في حالات اللايف ثريتنج اريزمياز اللي بتعمل كاردياك ريسك زي الفنتيكو فايبريليشن فاهم يا ريت
يا ريت نخلي بالنا من الحاجات دي، لان ممكن طبعا السؤال على حاجه احنا عاده ايه بنستسهل وبنبقى ايه بن بن بنبقى متوقعين يعني ان السؤال هيجي زي ما هو. بالعكس، هو الاسئله في الامتحان دايما بيبقى ايه بيتعمد او بيحاول يخليك انت تبقى يعني حافظ اسئله معينه، وبعدين تيجي في الامتحان تلاقي ايه، تلاقيه بيكلمك على 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 حاجه شبيهه. انت المشكله يا جماعه عندنا ان المخ لما بيبقى متعود على حاجه ما بيشوفش غيرها. يعني انت شفت السؤال ده ممكن يغير لك ويجيب لك حاجه قريبه منه، مثلا انا حصل لها ايه اسيتون، دراج اوف تشويس ادرينالز، وطبعا لازم يبقى ايه، يبقى اي في مش كده، والدوز بتاعته مهمه اي في انا اعرفها. تمام، تمام. الشوك طبعا، الاريزميا طبعا، بالذات طبعا الفنتريكولار اريزميا دي اللي هي ايه اللي بتبقى غالبا فنتريكولار في اف في تا ماشي، الانتراليبت طبعا بتاع الاريزميا سوري بتاع اللوكال انا لوكال انستيزيا لوكال هو بيعمل ايه يا دكتور ثروت؟ اللوكال يعني ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الانترا ليبت في اللوكال انستيزيك؟ الميكانيزم اوف اكشن هو بيعمل حاجه زي الكيليتنج ايجنت ايمالشن، يعني هيدروفوبيك. نعم، بيعمل ايمالشن هيدروفوبيك، يعني ايمالشن كده بيجمعها بالظبط كده. تمام، الاتروبين ممكن يتاخد في حالات البرادي كارديا مش كده؟ ساينس برادي كارديا. نعم، يعني بري ارست، يعني في حالات البرادي كارديا. لا لا لا، ساينس برادي كارديا، ساينس برادي كارديا مينز اي سي جي البي ويف بريزنت تو نورمال شيب وجاست ساينس برادي كارديا بيشنت مي بي كومبلينينج فروم سام سورت اوف of drowsiness or يعني very minimal chest pain والاي سي جي ساينس براديكارديا، ساينس براديكارديا اقل من 60 بيت بير مينت لكن ساينس. طب ودي ممكن الحاله دي انا هدي فيها ممكن اتروبين او بوينت 5 وات ايفر ذا كوز اوف ساينس براديكارديا، وات ايفر ذا كوز اوف ساينس براديكارديا او بوينت 5 ملي جرام بير. تمام، فطبعا ايه علاقتنا بالكلام ده؟ هو ده حاجات emergency medication لازم اي دكتور يعني حاجات فمهمه لاي دكتور، والحاجات دي مهمه بالنسبه لنا. تمام، جت حاجات زي كده في الامتحان اللي فات ولا ما فيش؟ السؤال بتاع الاوبيويد ده جه السؤال الامتحان اللي قبل اللي فات. تمام ماشي، اتفضل. مين اي حد يتفضل؟ مش حد عاوز يقرا؟ اتفضل يا دكتور. That's okay. During cesarean section performed in the second stage, which the measures has evidence in reduction in unilateral trauma. Bush, yeah, delivered by a bridge because there is no bush. No, this, yeah, delivered by a bridge. Delivered by bridge, yes. تمام. احنا عندنا ايه الطرق؟ Below by other. ايه الطرق اللي بنستعملها في ال delivery by bridge delivery during second stage of cesarean section. بس هما they say try bush from down and then after that deliver by bridge if not successful. ايه الطرق اللي ممكن نستعملها وكل حاجه ايه ميزتها وايه عيوبها؟ الو، ايوه، ايه الطرق اللي ممكن نستخدمها وايه ميزه كل طريقه وايه عيب كل طريقه؟ حد فاكر في برزنتيشن على السيريال سيكشن من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها الايه السكند ستيج
بوش فروم داون يصير اكستنشن يعني ذس از ذات سبورت وايه كمان دي تو تروما بيكوز تروما طبعا تعمل تروما على ايه ايوه بريشر على ال البيبي تمام طبعا يعني دايما يا جماعه واحنا بنديليفر الفيتال هيد طبعا بنحاول ان احنا نديليفر بشكل ما يبقاش تروماتيك على ايه على اليوترس ولا تروماتيك على الهيد تمام فالسكوبينج اللي بنعمله تمام هو اكتر حاجه وطبعا ما ممكن ما نحاولش نولد واليوترس كونتراكتد قوي يعني نولد وايه واليوترس الى حد ما لاكس دونت فايت اليوتراين اكتيفيتي وروتيت تو اكسبت ده جنرالي ما بقولش لسه على ايه على اثناء الايه اثناء سكند ستيج سيريان سكشن تمام ونحاول ندليفر ان فليكشن طبعا عاوز اوريكم بس كده الطرق بتاعه الايه الديورنج ال طبعا فيها تلاقي في البرزنتيشن بتاع سيزيريان سيكشن at a full dilatation of the cervix تمام ودي من الحاجات اللي هي very challenging سيزيريان سيكشن وبيجي عليها ايه اسئله ممكن تيجي في الامتحان تمام وليها طبعا حاجات كثيره بتتعمل مش بس الدليفري اوف ذا هيد لكن يعني اتس كليرلي ستيتد ان ديليفر ذا بريتش فيرست should be considered in deeply engaged head and can be less traumatic to the uterus تمام طبعا البوش ميجرز مش من الحاجات اللي هي محتاجه حتى وهي بتبقى ابلايد بي اذر دكتور ان يبقى ايه يبقى ابلايد سامعيني يا جماعه الو ايوه بدا الصوت يرجع طيب الحمد لله ده اثناء الغريب ان انا موقف كلام بقالي شويه لكن الصوت بيطلع لكم بعدها بشويه يعني طيب يعني المهم يعني عشان ما تضيعش وقت انتوا ممكن ترجعوا للبرزنتيشن بتاعت السيرين سيكشن عندكم البوش في بوش ميثود بوش فروم داوند اوكي وفي البول ميثود او ريفرس بريتش اكستراكشن تمام ودي بتسمح ب بفول دايليتد سيرفيس تو من الحاجات يعني اللي بتسمح بيه ان يبقى في سبيس تو ديليفر الفيتال هيد يعني دي بالذات استخدامها اكتر في الديبلي انجيجد كل ما الهيد تبقى ديبلي انجيجد ما تزقش عليها من تحت يعني بالعكس اللي تزق عليها اللي هي مش ديبلي انجيجد كل ما تبقى ديبلي انجيجد وما فيش سبيس تحت ما تزقش لان يعني الزق ده هيعمل مور تروما بالذات طبعا لو التكنيك بتاعه ايه بتاعه غلط في طريقه اسمها باترود هاندز ميثود ان انت تطلع الايه الشولدرز تمام وان شولدر انتو جنت تراكشن اون ات تو ديليفر ذا اذر وان وبعدين كده بيحصل بقى ان يبقى فيه ايه يعني السبيس بقى ان انت ممكن تعمل تراكشن اون بوث اكزيلا اند
ديليفر الايه البودي وبعدين تطلع الايه دي ديفرنت ميجرز عشان برضو تبقى واضحه بالنسبه لكم. الريفرس بريث اكستراكشن ودي البوش تكنيك ودي الايه الباتور دهان ماشي. يعني انا ممكن اطرحها بتفاصيل اكتر. طبعا تقول لي هو في هنا كاتب لي البول ميثود وكاتب لي الدليفري باي بريتش اختار مين فيهم؟ بريشر فروم بيلو باي اذر. طب يا دكتور احمد ايه الاوبشن بتاع الانفيرتد تي شيب انسجن؟ ما احنا بنعمل عشان نعمل الدليفري باي بريتش بنحتاج نعمل انفيرتد تي شيب انسجن. لا مش شرط، يعني مش شرط. لا مش شرط خالص مش شرط خالص. عادي انت بتقول امتى اعمل دكتور احمد؟ طيب امتى نعمل انفيرتد تي شيب؟ لو انا عايز اعمل بريتش ستريتش ومش قادر يعني. والله بص يعني يعني it's very rare to be done. يعني ده ممكن الواحد يعمله بالذات. ممكن عاوز اقول لك مثلا في impacted shoulder مثلا transverse lie و impacted shoulder واليوترس contracted وكده. يعني انا تقريبا intendedly ان انا اعمل T-shaped incision تقريبا ما حصلش. ممكن حصل معايا extension it's like T-shaped، لكن ان انا اعمله إن يعني with intention ما اعتقدش ان انا عملته with intention. مش عارف حد منكم يعني لو حطيت لي اوبشن يعني ضم الاوبشن A والE مع بعض في one option وحطوا لي deliver by breach other option. ده مش شغل ايه؟ شغل obstetric. ده مش شغل obstetric. اصل في سؤال في الاستراتيجي زي كده على فكره. هاتوا اي سؤال عندكم يا جماعه بالذات من امتحانات سابقه. انا عاوزكم تحطوا لي انتوا الاسئله. يعني يا ريت انا اخش المحاضره او اجي لكم اجي اقول المحاضره الاقي انتوا كل واحد بيحط سؤال. يعني ده يبقى افضل لي واسهل لي بدل ما انا بقعد ايه ادوخ في تحضير الاسئله واشوف ده جه في الامتحان وكان ايه الصيغه بتاعته وبتاع. لا يا ريت هات لي اي سؤال هيفيدنا. يعني اي ويلكم اني كويشن، بس تبقى صيغته الى حد ما يعني في اجتهاد ان هو يبقى مظبوط، او احنا هنتكلم معاه ونقول ده مظبوط ولا مش مظبوط، بس على قد ما نقدر نبقى ايه نبقى قريبين للصح. ماشي. فهات لي اي سؤال زي كده يا ريت لو معاك دلوقتي ابعته لنا ونناقشه، مفيش مشكله خالص. مش قادر اجيبه دلوقتي، بعدين ان شاء الله. ماشي يا باشا. دكتور بريشر فروم بيلو باي اذر ات از يعني سيم بوش ميثود يو كان كونسيدر لا؟ دي البوش. تمام؟ دي البوش. فنختارها يعني. لا هنختار ال لا لا هنختار هو بيقول لي الايفيدنس في بي جي او جي ميتا اناليسيس او في ميتا اناليسيس 12 في البي جي او جي على الميثودز اللي هي اقل في الريدكشن اوف نيونيتال تروما، وكان البول ميثود او اللي هي الدليفري باي بريتش هي الاساس. هو طبعا محطوط البول ميثود ودليفري باي بريتش. الدليفري باي بريتش يعني او يعني كاختيار واضح قوي ان هو ايه ان هو عن الاسم الثاني البول ميثود. ده اسم شعبي شويه احنا اللي مسمينه اكتر. ماشي. طيب اي حد يجاوب ده سؤال سهل. ريموت سيزيان سكشن 4 مينيتس. تمام. تو ستارت 4 مينيتس تو ديليفر 5 مينيتس. اتفقنا؟ تمام. طيب والريسك ان هي تبقى فيها لو هي بقى بلاسينتا بريفيا الريسك انها تبقى موربيد ادهيرنت بلاسينتا قد ايه؟ لو ثلاثة سيزيريان سيكشن 40 وهي طلعت فعلا بلاسينتا بريفيا. حد فاكر 40 لان اذا 567 فهي 40 something. فاكرينه ده؟ تبقى قد ايه؟ هي اكتر من 3 ب 65%.
أكثر من 565، أكثر من 567، أكثر من 567 بس 40 something. في جدول كده معمول، انا بس مش عاوز اقول لكم الرقم كده من دماغي، فعاوز ارجع. بصوا يا جماعه، لو هي ثلاثه الانستنس اوف بلاسينتا يبقى حوالي كام؟ حوالي 5%. أقرب رقم ل 5% هو إيه؟ هو 3%. لو هي، خلي بالنا، لو هي بقى كانت طلعت إن هي فعلا بلاسينتا بريفيا، احتمالية إن هي تبقى أكريتا بتبقى تصل لكام؟ تصل إلى 60. ماشي، الله يكرمكم، بالذات بتاعت الثلاثه دي نبقى عارفينها. تمام، طيب الانستنس اوف هيستريكتومي وذ نمبر اوف سيزيريان سيكشن، ده ما قاليش وهي اكريتا ولا هي، ده بيقول لي مع الايه، مع النمبر اوف سيزيريان سيكشن، ان هي بس طلعت عينه ده 2.5. لكن طبعا لو هي طلعت اكريتا نسبه انها تعمل هيستريكتومي يمكن تصل الى اوفر 50%. تمام ماشي، وراحت فين ال ده رقم؟ ماشي، السؤال ده بارا وان سيزيريان سيكشن due to labor distortion. I want to know the chance to have the 60%. فاكرين المرة اللي فاتت لو هي كانت previous successful vagina delivery كانت النسبة بتصل لكم؟ 90%. طب لو هي failed بقى، او هي سوري كانت نتيجة shoulder distortion، ده بيبقى اقل. بس مش معنى كده ان احنا هنقول ان هي مش هتاخد ايه، مش هتاخد a chance of vaginal a vaginal pass. ماشي، مين عليه الدور او اي حد يجاوب؟ patient for elective c section at 38 need to know how much steroid will reduce the total morbidity at this station at 50%. ماشي، هي خلي بالنا، هو 50% دي جايه منين تاني يا جماعه؟ علشان مواضيع الاحصاء ساعات بتعمل لنا مشاكل. او احنا عندنا، انا عشان اجيب الريلاتيف ريسك هقسم ايه على ايه؟ الريسك في ال اكسبوز على في الاكسبوز ده، على الريسك في النون اكسبوز. الريسك بتاع الاكسبوز ده اللي هو ايه؟ اللي هو حدوث الايه؟ النيونيتال موربيديتي في ال الاكسبوز اللي هي كام في المية؟ اللي هي 5.1. لا هي 5%. 5%، ماشي. ايه؟ سوري، اللي هي 2.5%. 2.5% الناس اللي خدت، في ناس خدت ستيرويدز وفي ناس ما خدتش ستيرويدز، وهنا في ناس حصل لهم نيونيتال موربيديتي او ريسبيراتوري موربيديتي، في هنا نو ريسبيراتوري موربيديتي. تمام؟ هنتكلم كاننا بنتكلم 100 عيانه خدت ستيرويدز و100 عيانه ما خدتش ستيرويدز. هنلاقي هنا اللي خدوا ستيرويدز كان نسبه ان يحصل لهم respiratory morbidity كانت 2.5%. تمام؟
و97 7 وكم 97.5% ما حصل لهم، وهنا كانت 5 حصل لهم وهنا 95 ما حصل لهم. فنيجي نعمل ايه؟ هنقسم ال 2.5 دي على 100 على ايه؟ على الخمسة على 100 تطلع لي ايه؟ تطلع لي 50%. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الريلاتيف ريسك. ماشي؟ تمام. need to know the current pregnancy اللي هي 4.2 يعني هي 4 to 6 and it may reach up to 90 to 25 if there is previous two abruption. Previous two abruption, yes. تمام. يعني هنا هنختار كم؟ بي بي 4 to 6 ايه؟ to 6% من الارقام اللي هي بتتكرر كتير قوي في الامتحان. لو واحده عندها previous abruption، لو واحده عندها previous shoulder dystocia، تمام؟ نخلي بالنا الله يكرمكم، دي من الحاجات اللي هي ايه؟ اللي هي بتتكرر، عشان الناس بتيجي تقول ايه الارقام صعبه وبتاع، في حاجات متكرره والى حد ما ايه معروف. الامتحان اللي فات ده كان يتميز ان ما فيهوش ارقام خالص، مش كده؟ yeah only five question بس. وارقام كلها في سهله يعني تقريبا يعني، مش كده؟ ايوه yes. لان في ناس كتير، هو برضو الارقام يا جماعه ما مش قادر الارقام يا باشا، اللي بيسقط الاي ام كيو، هو لا ولا اللي بيسقط الاي ام كيو الشطاب طب ربنا كتير شر الشيطان والنفس يا باشا. انا رايي ان ناس كتيره بتقع في الامتحان بسبب حاجات بسيطه، بسبب مش نايم كويس، انا عامل ستريس على نفسه كبير، عمال بيذاكر لغايه قبل الامتحان على طول. انا شايف ان ده من الحاجات الاساسيه اللي بتنزل الناس. ناس كويسه جدا جدا جدا، انا متاكد ان هي المفروض تنجح، بتنزل. واعرف ناس عارفين ان هو النظام اللي هو دماغ كده اللي هو بيسموه دماغ، ومذاكرته قليله بس مهتم بالرياضه، مهتم بان هو مريح اعصابه، مش بيروح جيم، مش عارف ايه بتاع، فبتلاقيه ريلاكسد. تمام. ده بيعدي حتى لو ما عداش من اول مره، لكن بيعدي على طول يعني. فالستريس يا جماعه، واللي احنا بنبقى حاطين نفسنا في ستريس، واحنا طبيعتنا وشغلنا وبتاع، بالذات ناس اللي شغاله اوبستاتريكس وبتاع، اندر ستريس على طول. يعني هيفكر ازاي وهو ريلاكس؟ تمام. فالله يكرم، دي انا رايي بتفرق لها من 10 ل 20%. 10 ل 20% على السكور بتاعك، لو انت لقيت انت زودت على السكور بتاعك من 10 ل 20%، اعتقد ان انت هتنجح. ماشي، كلام صحيح. Previous shoulder dystocia recurrence tenfold. تمام. اي ماشي يا باشا. His presentation submento pragmatic 9.5. اللي جالكم في الامتحان اللي فات ده؟ ايه؟ تقريبا تقريبا ما بتذكر. بدا في واحد. ها؟ لا يعني في كل امتحان بيجيبوا حاجه زي كده يا دكتور احمد، يعني مره يجيبوا فريس، مره يجيبوا البراو، مره جابوا الدورز فليكشن، يعني لازم بيجي حاجه زي كده كل اجزاء. طب ايه المنتو بوستيرور انجيجنج دايامتر؟ لو الفنتو الفنتو بوستيرور ات از هاي مور ذان 30.
اللي هو 13 ونص 13 ونص 13 ونص تنجل برو برزنتيشن سيزيريان سيكشن على طول. ايه ايه هو منتو فيرتيكال منتو فيرتيكال منتو فيرتيكال المنتو فيرتيكال بتاع البراو برو ذاك برو ها اه البراو البراو ده بيبقى ايه منتو فيرتيكال مش كده 13 ونص اه فالراس كانها بتبقى داخله بايه المنتم ليه بكل ده لازم يعدي. طيب المنتو المنتو انتيرير قلنا ايه قلنا بيبقى ايه بيبقى لو سبلنتو برجماتيك 9 ونص بايه برجماتيك اللي هو كده طيب المنتو بسبيرور بقى بيولد ولا ما يولدش المنتو بستيرور لا ده سيزيريان سيكشن سيزيريان سيكشن ده بيبقى بقى كام الاربع ديز ولا 14 استرنو ايه استرنو بريجماتيك كام بقى 14 18 سم اوبس تمام لان بيفضل يحصل هو ليه صوره في البرزنتيشن بتاعت الليبر لو عايزين تشوفوه هتلاقوها في البرزنتيشن بتاعت الليبر بيفضل يحصل اكستنشن بحيث ان انت تلاقي في الاخر ان ايه ان ال الدايمتر اللي هيعدي هو من اول الايه الاسترنم لغايه البريجما وده بيبقى زي ما بقول بيبقى ايه بيبقى 18 سنتي فطبعا ما بيعديش. فطيب لو انا لقيت حاله منتو بوستيرور 4 او 5 سنتي تتفتح ولا ما تتفتحش؟ Yeah, she can't become fully dilated. But she'll not deliver. يعني classic speaking 50% من المنتو بوستيرور في الوقت ده هيلف. ده classic speaking. فيعني لو انت بتطبق اوبستاتريك قواعد الاوبستاتريك وكده زي البراو برضه البراو لو انت لقيت براو على 4 5 سم هتعمل ايه؟ المفروض ان هي ده ترانزيانت براو فعلشان تقول بيرزيستنت براو لازم تبقى وصلت ايه؟ فولي دايليتد بس يو نيد تو كيب البالانس ان انت ما تفتحش العينه وهي فيري ديفيكالت وتبقى مور ايه؟ مور تروماتيك فيعني لكن كاوبستاتريك وكده ما ينفعش ان انا اقول ايه او ما ينفعش يعني ان هو البرسيستنت فينتو بوستيرور ده محتاج ان العانه تبقى وصلت ليه ايه فول دايليتيشن و 50% بيحصل لهم ايه ان هم بيلفوا لمنتو انتير يعني انتظر لحد ما تبقى فول دايليتد ده المفروض تمام ماشي اللي بعده لو الدور الدور كسبته بالسيبته بروجماتيك لا لا ده كسبته فرانكل ده دايركت كسبته فرانكل كسبته فرانكل ايه دايركت كسبته بالسير يا كسبته فرانكل كسبته انا دايركت كسبته بالسير دايركت كسبته بالسير اللي هو الفيرتكس برضه تروح اللي هو سبمنتو سب اكسبته بروجماتيك الدورز فليكشن الريزيستنت دورز فليكشن اللي هو الاكسبتو فرانتال فده اللي هو السب اكسبتو برجماتيك السب اكسبتو برجماتيك ده بتاع الاكسبتو انتيريور هو ده بتاع النورمال الفيرتكس بتاع الفيرتكس لو انت بتقول الاكسبتو بوستيرور ممكن يبقى سب اكسبتو فرانتال او اكسبتو فرانتال هو هنا الراجل عشان ما يدخلكش في نزاع قال لك ايه قال لك على طول ايه اكسبتو فرونتال ما قالكش السب فرونتال لكن السب بريجماتيك ده بتاع الايه الاكسبتو انتيريور فيرتكس بريزنت تمام
كيرستويك كيفاليك دريفر بس موسلي وبالفورم بي ساكن توين بريتش ديبلي انجيز من بين انتاك والفيت هارت هيد نورمال اكشن ديبلي انجيز اي الو فجأة ديليفري الو فجأة ديليفري الو ليك انترنال هل نعرف نعمل انجيجد خلاص طيب عاوزين تعملوا ايه الله فجأة دليفري ماشي Score the collapse. This is a vertical plus plus one. Diet to sit to anterior. Four steps in the under room. See. Huh? No, but it is 9 cm. No. She's 9 cm. Category 2. وحتى قال لك قبل كده لو اسرع من السكشن اعملي كود But she's 9 cm. What is the priority for her? We don't know. 9 cm. طبعا دي أسئلة برضو ريكولز. How 9 cm? متظبطة قوي. يعني ممكن نقول إن. Yeah, how 9 cm on plus one? It is not. Para two. 9 cm on plus one. Final delivery. فيها pulsating cord prolapse F9 cm will vert plus one direct occipital to anterior CTG normal action cm Category 1 cesarean section. مين موافق؟ برأيك يا دكتورة وسان؟ دكتور ثروت رحتوا فين يا جماعة؟ ألو الو 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 يعني اخيرا الو الو
الو going to اتفقتوا على ايه كاتيجوري 1 ولا كاتيجوري 2؟ الو طيب الو الو بس هتبقى مكلمه هتبقى مكلمه هو يجي لنا هنا كاتيجوري سيكشن ماشي ناخد سيشن كاتيجوري احمد كاتيجوري 2 سيزيريان سيكشن ماشي اوكي طيب طبعا هنا ممكن الاختلافات لو جاب لي ابنورمال سي تي جي كاتيجوري 1 سيزيريان سيكشن طب لو جاب لي انها فولي دايليتد فولي دايليتد السؤال ده هو فولي دايليتد هو وفولي دايليتد نعمل ايه فورسيبس ان ذا روم ان ذا روم ولا فورسيبس ان ذا روم ولا ان ذا ثيتر ان ذا روم ان ذا روم ما احنا حسب دي بلس 1 بلس لا بلس 1 دي يبقى ان ذا ثيتر هو هنا بالظبط كده لو هو حاطط لي حاجه هو طبعا يستحسن لو تقدر تركبه في الروم ماشي لكن هو الفكره ان هو لو كاتب لي كرايتيريا بتاعه ميد فورسبس الحاجات اللي هي بنعمل فيها ترايل فورسبس اللي هي ايه اتنين بيج واحده ميد واكسبت تمام حاطط لي ان هي ايه ان هي ميد ابلكيشن فيعني مش مستحب ان احنا نعملها في طب احمد المعلومه اللي عايز اتاكد منها من حضرتك ان احنا ممكن 9 سم ديت في حالات الكورد بلابس الاو ان انا اعمل اوبرات الفاجر ديت ولا نوت خالص خالص ما تعملش اي اوبرات الفاجينال ديليفري الا على فولي دايليتد ماشي البري ريكويزيتس بتاعتها هو الفاجينال ديليفري بلابس ريكويزيتس انا حتى رجعتها في الحاجات المهمه رجعتها في اول محاضره ريفيجن البري ريكويزيتس مهمه جدا انها تبقى ابلايد البري ريكويزيتس من ضمنها لازم تبقى فول دايليتيشن تقول لي طب ما انا يمكن على ما انقلها الثيتر تبقى فولي دايليتد والله وقتها هتغير الديسيجن بس انت نيتك ايه هنا ان احنا بنتعامل بالنيه مش كده احنا بنتعامل بالنيه نعم انت كانت نيتك وقت ما كانت ان هي 9 سم ان انت تعمل لها كاتيجوري 2 سيزيريان سيكشن والله على ما نقلتها وجاي تفتح لازم تفتح لقيتها لا ده فولي دايليتد وستيشن بلس 3 يلا فين الفورسبس بتاعنا يلا ركب الايه الفورسبس تمام الديسيجنز اوبستاتريكس ار دايناميك نوت ستاتيك تمام والله احنا كل نيتنا خير والله هم نيتهم ما شاء الله لا 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 على فكره هم ناس نيتهم ومن جوه زي الفل احنا اللي بنس لطاف جدا مظبطين ولا حد بيكذب ولا حد بيعمل ولا اي حاجه هم ناس صالحين يعني ماشي ده حقيقه لا دي صح بجد احنا خدناها قبل كده اللي هو 9 في الالف 7 ايوه وده اقل من 5% تمام ماشي لا برضو يا خدينا ها كده عشان نشوف فاكرين ولا مش فاكرين انتوا جاوبتوا غلط المره دي 60 90% 60 90 ماشي ماما عايز نكبر الشاشه شويه يا طارق احمد حاضر خيرنا كده بس عشان لو في حاجه ماشي هكبرها ماشي اتفضل يا دكتور صرف ماشي
انت بريدز اباف انترابارتم اي سي تي جي يوزنج ذا ديفينيشن اند كلاسيفيكيشن ريكومندد ان انترابارتم كير دوكيمنت ريدوس باي نايس 2017 ويش ذا سنجل موست اكيوريت ديسكريبشن. هنشوف ال عندنا هنا الريت شيم ريت 180 اصطلاح الريت ولا كان مش شايف كويس بصراحه ال 180 يوسف فوق عند 180 180 ها. فكده اول حاجه اللي هي ادي نمبر اشورنج الريت نمبر اشورنج و عندي acceleration and ما فيش no acceleration deceleration شنو deceleration وفي عند في deceleration هنا عندنا variable decelerations variable ولا late variable after the contraction after the contraction بعد ال contraction والcontraction 3 and 10 وده single most accurate description okay. في عندي two non-reassuring features no more than one abnormal feature. الdeceleration زي نوعها ايه؟ كده دي ليه والله يعني ممكن ماشي مع الليت ديسيليريشن دكتور احمد اكتر من تاني كلها ايه ليت ديسيليريشن ليه الليت ديسيليريشن يعني نون ريشورينج لاب نورمال ما فيهاش ايه ما فيهاش حاجه تانية تمام. طيب الهارت ريت هنا ايه 180 فوق ال 180 فوق ال 180 ده ايه؟ نون ريشورينج ابنورمال على نورمال يعني ابنورمال نون ريشورينج فوق ال 180 ابنورمال ابنورمال يس لو هي بتطول او قاعده اكتر من 30 مينتس نورمال برضه مش كده؟ طيب تقول لي طب انا هنا ده اقل من 30 دقيقه ولا اكتر؟ هو حتى لو اقل بس انت عندك هنا يعني هنجاوبها ايه دي؟ more than one abnormal ده بس لوجيكال سيتي more than one abnormal feature جايب لي more than one abnormal feature اه more than وده بس لوجيكال سيتي بالظبط كده one abnormal ماشي. قول لي طب ليه ما اختارش فيتال هايبوكسي؟ لان سي بي جي ما بيحددش فيتال هايبوكسي يا تزند ده سكرينينج تيست. نعم طبعا بوكسيا عاوزه بي اتش او لازم المانجمنت بتاع حاجه زي كده والعيانه مثلا 7 سنتيمتر واوبستاتريكلي يعني ما فيهاش حاجه تخلينا نعمل امننت ديليفري سكالب ستيميليشن لا فيتال سكالب لو ما حصلت لو طلع لي بعد الفيتال سكالب ستيميليشن اتغير شكل السي تي جي وبقى فيه اكسلريشن خلاص يبقى ريفيو اراجع الموضوع تاني وما عملش حاجه زي ما هو اعمل فيتا بلاك سامبل اعمل فيتا بلاك سامبل او لاكتيت واضحه يا جماعه ايوه قلنا الكلام ده كذا مره وبناكد عليه اهو اعتقد ده حلناه قبل كده ماشي ما نشيله ما دام حلناه قبل كده بقى عشان ما نقعدش يتكرر عندي معلش ده حلناه قبل كده ما لا ده ما حلوش قبل كده. ماشي.
دكتورة ريهام اتفضلي. What is the mechanism of action of nitric oxide as an analgesic in رحت فين يا دكتور ريهام؟ الو ايوه اتفضل بي بي مظبوط ماشي تمام. مين اللي بيعمل انهبيشن او بيعمل بلوكينج للصوديوم تشانلز؟ اللوكال انستيك. اللوكال ايه؟ اللوكال انستيك. مين كوكس 1 انهبيتور؟ الاسبرين. اسبرين نون ستيرويد انتي انفلاماتوري. ايه؟ نون ستيرويد. طب مين الكوكس 3؟ الباراسيتامول. الباراسيتامول بيتقال عليه ان هو كوكس 3 انهبيتور، يعني هو ليه يعني ديفرنت، لكن من ضمن الحاجات اللي هي اللي بتتقال عليه ان هو كوكس 3 انهبيتور. ماشي، دي اوبشنز ودي الاختيارات. ماشي برضه بعد اذنك بس نكبر برضه الصور دي لو امكن. هي دي اخر تكبير عندي. الريت كام؟ انا برضو مش شايف في اول واحد الريت كام. والله يعني 150. ده 100 وده 180 وده 140. طب 140 وكونتراكشن كويس، وايه اللي ايه اللي ديسيليريشن؟ فده الاولاني اعتقد ان هو نورمال سي تي جي. ماشي ديلي موضوع ايرم ايرم فور هيد. اول واحد نورمال سي تي جي يا ترى. طب عاوز تعمل له ايه؟ الحالة 4 سنتي و 1 سنتي 1 سنتي in 4 hours، يعني الأمورة ماشية كويسة. نص كويسة مفيش حاجة، يعني أمور كويسة بتاعتها تمام. يا رب موضوع يا رب موضوع ايه في الأوبشنز ده؟ أي أيارن دي ري أسيس in 4 hours. No. No, ARN. ARN. Delay progress. 1 cm less than 4. Cam, 1 cm in 4 hours. Hour. Should be 2 cm in 4 hours. Delayed. Delayed, yes. Delayed. Yeah. Or suspected delay, معنى صح. Suspect, yeah, exactly. Suspected delay, يعني. فهي طبعا ايه؟ طبعا يعني ممكن اي ار ام ممكن اشوفها بعد ساعتين، لكن نختار ايه اكتر بقى؟ اي ار ام. ليه اسيس ان 2 اورز؟ واي والله بصوا يعني نيد تو كونفيرم السيناريو ممكن ممكن يتحسن بايه؟ بان مثلا اون اكزامينشن، يعني بص هنا ممكن انا كده او مزود شويه كلام يغير لي في اجابه السؤال، وده اللي الناس ما بتبقاش واخده بالها منه. يعني اون اكزامينيشن ال ووز مثلا ايه
يعني هي كانت هي intact membranes. With تقول الهيد او تقول الهيد مش on examination الهيد head is palpable for abdomen head palpable abdominally هي كانت وانتكت ميمبرينز والتيشن كان ووز مثلا ماينس 1 3 لا وماينس 1 يبقى دي نبعد عن الربط الممبرين تماما يبقى هنا ممكن ان انا اعمل يبقى هنا لان لو ربشرت الممبرين في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل كورت تمام؟ فهنا طبعا وممكن يجيب لي فحص يشجعني ان انا اعمل ايه؟ اعمل رابشر اوف ميمبرين او ممكن يجيب لي ان العينه نون انها ايه؟ هيباتايتس سي. لو هو العينه فحصها كل حاجه كويسه بس هي هيباتايتس سي ولا بي احاول ان انا افويد الرابشر اوف ميمبرين ولا ما ولا نوت افويد ها؟ وبالذات سي كمان لان سي ملوش فاكسين ملوش ميوس ان البيبي هياخد تمام. فانا هنا هدفي يا جماعه من اللي انا بقوله مش هدفي ان احنا نحفظ ان احنا نبقى عارفين ان في فرايتيز ممكن تغير لي ايه تغير لي كابتشن. اللي بعده تمام ايوه انا معاكم فرصه الصوت كويس يا جماعه عاوزين نستغل تمام يلا تمام الحاله اللي بعديها عندك برايم جرافدا فورت ويك انسولين ديبندنت دايابيتس ليتا سيرفيك 6 سنتي سي تي جي لو قدامنا فيتال ريزيت بروجيكت وير دان ذن فيتال سكالب ستيميليشن هاوفر نو تشينج فيتال بي اتش يبقى نعمل لها فيتا بلاك سامبل ماشي لو ريسك برادي كارت من النوع بلس 3 هو ايه ايه الاوبشنز هنا تشوف الاوبشن تاني كاتيجوري 1 سيزيريان سيكشن بريبير فور 1 سيزيريان سيكشن تمام بس هنا في حاجه هي هيد بلس 3 دايركت واي نوت هيد بلس 3 فورسبس فورسبس She's full dilatation. Sorry, forceps will do. يا جماعة ساعات إحنا ودينا فحص العيان. Forceps in the room. تنفع forceps in the room؟ Forceps. مع البلادي كوردي؟ إيه المشكلة؟ يعني بلس 3 بلس 3 و غير ما أقولها يعني. وكده طبعا فورس يعني هنا اكتر اجابه صح اكتر اجابه صح مظبوط فورس بسنزرو في الفحص ده نعم صحيح ما عنديش طبعا السي تي جي والحاجات دي يعني والاطفال اللي موجود في الروم وكل حاجه تمام العيانين بيولدوا معظم ولاداتهم في الروم تمام بالعكس انت هتوفر وقت في ان انت ما تنقلهاش واخدين بالكم يا جماعه شوفوا يعني ممكن نتخدع ازاي يعني في حاجات ديستراكتورز كتيره بتخلي الواحد يسبق في الايه الاحداث دايما كده يا جماعه جاستيفاي انسرز واحنا بس شفنا البلادي كارديا دي فقلنا على طول كده بالظبط يعني احنا وهو حتى في الجايد لاينز الناس اللي هي بتقول لك ايه انا ملتزم بالكلام اللي موجود في الجايد لاين الجايد لاين بيقول لك ما تخليش السي تي جي هو الفيرست
يعني انترست بتاعك في المانجمنت. احنا ما بنعملش مانجمنت سي تي جي دايما، احنا الوومن كير هو ده بارت من الوومن كير، فاللي بنعمله لازم يبقى توورد الايه الامبروفمنت اوف وومن كير. اللهم صل وسلم. برضه اوبشنز اختيارات، اتفضل. Second pregnancy, the pregnancy has been uncomplicated to date and to infection exam to score for dinopros. Female visa is inserted in the vagina and 1 hour later CTG show heart to 160 and a typical deceleration to 8 ETB of that. دي by drug induced CTG abnormalities. يبقى طبعا تراي ان انا ريموف البيزل. احمد تمام. طيب هنا برضو يعني مش عارف ايه رايكم. طيب ماشي دكتور ثروت، رايه في حد ليه راي تاني؟ ترى الحد رايك ايه؟ يعني تشينج يعني 80 بس ما محدد يعني هاو لونج ذا 80 اتيبيكال ديسيليريشن. هو افتر 1 اور من ال ان بروس اي اتيبيكال 1 اور معناها نسوي هاي الاول تشينجز بوزيشن اول ذس ثينج. لازم اشيل السال، اشيل الكوز، لازم اشيل البيزر هنا. ايه لف لتر البوزيشن وان شو شغله يعني نختار ايه؟ بيشوب سكور فيري لو لايف فيتال سكال ارتفيشال رابتشر تشينج ماتيرنال تشينج ماتيرنال بوزيشن تشينج ماتيرنال بوزيشن. طيب حد ليه راي تاني؟ ممكن نعمل هيبوثايسيس. ايه؟ يعني ممكن المريض هيصير عنده هايبر ستيميليشن. يعني مش موافق على كاتيجوري 1 سيكشن يا دكتور احمد، لان دي عندي سبب انا موجود اهوت من ال يعني ده يا جماعه مثال لايه؟ مثال اللي هو ما وراء الاحداث. يعني ايه وراء الاحداث؟ يعني انت هو مش بيجيب لك كل الاحداث اللي حصلت، هو بيجيب لك جزء وانت بتكمل الباقي بتخيلك او بالايماجينيشن بتاعك ايه اللي بيحصل في الليبر وورد. ايه العينه كانت بتاخد اندكشن اوف ليبر بالدايلوبريستون اللي هو ايه اللي هو اسمه ده مش موجود عندنا في مصر اللي هو البروبيس ده اورز. وحتى بيبقى ليه بيبقى ليه شريطين كده. انا فاكر كنت يعني اشتغلت فتره شريطين كده تشيله منه لو حصل حاجه ولا بتاع وكده. فالبروبس ده ممكن طبعا يعمل ايه؟ يعمل هايبر ستيميليشن. تمام. ولو حصل هايبر ستيميليشن هيحصل ابنورماليتي في السي تي جي. طيب طب تقول لي وانا ايه اللي عرفني ان اللي حصل هنا ده هايبر ستيميليشن او الابنورماليتي اللي حصلت في السي تي جي دي حصلت نتيجه هايبر ستيميليشن؟ في حاجه تقول لي ان هي نتيجه الهايبر ستيميليشن؟ هو طبعا مش قايل لي كونتراكشنز، المفروض كان يقول لي ايه او يبقى واقعيا المفروض يجيب لي سي تي جي في كونتراكشنز مش كده؟ هو الراجل ما جابليش سيرتها،
ليه؟ لان انا المفروض ابقى متوقع ان انا واخده بروبس او واخده بروستاجلاندين لما هيجي يحصل للبيبي فيتال ستريس وهي لسه ما حصلش حتى سيرفايكال تشينجز هيبقى حصل من ايه يعني؟ اصل هو البيبي ما يعني ما فيش حاجه، ما جالوش مثلا بلاسنتال انسفشنسي دلوقتي او جاله مثلا بلاسنتال ممكن، لكن يعني فيري رير حصل مثلا ابرابشو بلاسنتي مره واحده في الوقت ده، يعني احتمالات قليله. لكن الاحتمال الواقعي الاكثر ان هو يكون ايه؟ تكون العانه دخلت تقول لي طب ما لو انا عملتها ليفت لاترال بوزيشن ما هو مش غلط، ولا عملت اديتها محاليل ما هو كله فيتال ريسستيشن ماشي، بس ايه الموست افكتيف ليها لو هي يوتراين هايبر ستيميليشن؟ الموست افكتيف عشان صح ايه الاول شو لازم البروجرس بعدين طيب في ريموف هنا البروجرس هو ما حاطط ماشي قرات هو حاطط ريموف البروجرس ما فيش ولا هذا التكوليزز خلاص الايه الكتيرتي بالنسبه لنا طبعا لو حطيت لك لو في ريموف وتكوليزز ماشي لو حطيت لي الخيار في ريموف وتكوليزز يا ريت يبقى كتر خيره ماشي اللي بعده يعني هنا كده يا دكتور احمد قصده الكولز والخل الديبروس زي ما هو ولا لازم نشيلها؟ لا طبعا بنشيلها يعني ولا بنشيلها ستوب نشيل طبعا طبعا لان هي اساسا هي بيبقى في جزء ابزوربت يعني انت حتى لما بتشيلها خلاص هو هي في جزء دخل السيركيليشن يعني بالظبط ماشي هو نحن حنعطيها تيربوتالين دكتور احمد قد ايه الدوز 0.25 لو البريكانيل تمام ماشي مين هيجاوب لنا السؤالين دول على بعض يلا كده مرة واحدة You are called to see the 30 years old woman in spontaneous labor in her third pregnancy. Vaginal examination 2 hours ago showed a cervical dilatation 4 cm. She ruptures her membranes spontaneously and the lacquer is heavily blood stained, and following this the fetal heart rate is found to be decreased. When you arrive the room 4 minutes later the heart rate remains 60 to 70. يعني هذه abruption يعني yes the category 106 category 106 طيب السؤال اللي بعده فازابريفيا انت ولا شو لا بس ابربشو يعني ده ابربشو لا ليش بعد الممبرين بعد الربشر اوف الممبرين سدن دي كومبرشن وبعدين صار لها بلاد ستين لايكر هي الاوقع فازابريفيا ده الاوقع الابرابشو يعني هيبقى في حاجات تانية يعني ايه فازابريفيا لكن ده الاوقع ان هي ايه ان هي فازابريفيا كمل الثاني ماشي تفضل 25 years old woman in her first pregnancy is undergoing induction of labor 37 weeks because gestation because of moderate protein uric pregnancy induced hypertension. Tentosinone was commenced 6 hours ago and her last vaginal examination 2 hours ago she had progress to 5 cm dilatation. CTG showing fetal heart rate 165 and atypical variable deceleration with each contraction for the last 30 minutes. How about
beta blood sample. يعني هل ما يتشينج البوزيشن ستوب سيتوسينون؟ احنا عندنا اثنين هنا الهارت ريت والاتيبيكال فاليو والديسيبيليتي. اتيبيكال يا اتيبيكال ايج كونتراكشن فور ات ليست 30 مينتس. طيب طب السكر يعني Induction of labor just because of moderate pulmonary. شوف الاوبشنز كده تروح طيب على اذنك. جار لاز فاجينال اكزامينشن. هو قبل الاوبشنز انت عاوز تعمل ايه؟ يعني احنا هي اعتبر الموضوع طب السكر الاوبشنز هي الحاجات اللي قدامك في الليبر وورد. هتولد هتعمل كاتيجوري 1 هتعمل دي هتعمل احنا عندنا السي تي جي طلع حاجتين الفيتال هارت ريت 165 ادي دي نان ريشورينج وتيبيكال فاريبل ديسيليريشن ادي انذر وان سسبيشس يعني سي تي جي يعني تشينج البولد لو اتنين ريشورينج باثولوجيكال سي تي جي بقت باثولوجيكال باثولوجيكال سي ده كمان مش ده هو بيقول لك ان المفروض ان انا اعمل فيتال سكالب ستيموليشن قعده 30 دقيقه يعني اكتر من 30 اهي او عدت 30 عادي الاوبشن فيتال سكالب فيتال سكالب ستيموليشن هنا اول واحده ابلاي فيتال سكالب لا 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 وعاوز اعمل للفيرست انترنال والسكند ايه اكسترنال عشان ابقى مطمن ان ايه ان الاثنين ما بيقطوش من بعض. يبقى قدام ان نعمل فيتال بلاد سامبل خلاص بقى ماشي لان كده ما اوبشن اه فيتال بلاد سامبل ما في اه في ستوب سنتو يعني ولا هو ما عادش دخلت سنتو فين ماشي ما هو ايه اللي ستوب سنتو في هنا ستوب سنتو في خيار في ستوب سنتو مش كده مظبوط الو الو ايوه اطرح يا باشا مفيش هنا خيار يعني في هنا خيار ان احنا نستوب السنتو رايكم ايه والله انا ما I think I stop sento but I don't know لا طب استوب السنتو ليه؟ ما قالش ان يعني ما قالش حاجه على الكونتراكشنز يعني ما قالش ان مثلا الكونتراكشن بتاعت تك تنتين ولا حاجه ما ذكرش حاجه عن الكونتراكشنز وبالتالي كده ان انا لازم اتاكد ان البيو ده اخباره ايه؟ بفيتا بلاد سامبل طيب هو طبعا هنا في حاجات شالنج يعني في حاجات انت بتدور او يعني ممكن الاكزام يبقى مختلف شويه عن الواقع ان انت ايه ان انت عاوز هو يلفت انتباهك هو ايه اهم حاجه يعني
يعني انت عيانه فيها باثولوجيكال سي تي جي وما انتش يعني وما انتش عارف برضو الكونتراكشنز اخبارها ايه والكلام دوت، فانت لازم تبقى برضو يعني تو انشور البيبي باي وان اوف ميجرز، يعني لا اما لو هي في فيتر سكالب ستيميليشن ماشي او كده، بس ان انا ايه ان انا استوب السنتو بالذات. كمان ان هو هنا في حاجه، في نقطه يعني ستوب السنتو كمان كان المفروض يبقى بدري شويه، يعني هنا احنا بقى لنا 30 دقيقه على الايه على الابنورماليتي دي. طب انت عملت ستوب السنتو قبل كده مش كده؟ ده يعني طبعا الحاجات ممكن يبقى فيها ايه، يبقى فيها يعني اختلافات او فيها يعني لازم ان برضو هو كان في اكتر من اجابه ممكن تبقى صح، بس لازم ان انت تشوف هو عاوز ايه. هو مدي مور ديتيلز على الكارديوتوكوجرافي وكمل فيها عكس الايه الكونتراكشن والسنسيون. بعده ايوه شايفين السؤال؟ ايوه دي عمل لها بريتش وعمل لها انيشال اي سي في وزاوت كولز وفيلد، يبقى نعمل واحد تاني وست كولز. انا ضروري وست كولز اساس يس. ماشي. ودي التروبونين اي. ماشي قلناها حتى. ايوه. يا تروبونين. ودي العيانة she is eating and sleeping normally. و طب نقرا السؤال دوت. 27 years old woman gravid 2 bar 2 come to the physician to have her cervix removed after an elective repeat C section. Her pregnancy course was uncomplicated. She says that she is doing well. يعني except that since the delivery she has not some episodes of sadness and tearfulness. And she is eating and sleeping normally, and no strange should also hurting herself or others. Physical exam was normal. دي اللي هي البلوز، maternal blues. عيانة coping well. و just sadness and tearfulness، فدي بلو اللي هي نسبتها حوالي 80%. ماشي. ما ينفعش مانيا ولا depression ولا psychosis، ما ينفعش. تمام. ودي 32 years old primary since 42 week gestation she is keen to go into labor continuously and refuse induction of labor. مادام هي refuse induction of labor بنعمل at least twice weekly ال CTG. وايه كمان؟ وبعمل amniotic fluid amniotic fluid assessment of the amniotic fluid. بس ده مش الاوبشن، زي فين الاوبشن؟ في انكريز ريسك اوف انتر ترانك بات نور بين كريز ريسك اوف انتر ابراكشن انكسبلين ديس انكسبلين ديس بيوند 42 ويك ستيشن. بيبقى كام كام في الالف؟ اكون جرين 8 صح كده. يبقى كام في الألف؟ واحد في الألف وتروح أحمد؟ لا 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 أكثر. طب هو كان كام عند 41 أو عند 40؟ كان كام في الألف؟ هي بص هي واحد 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 في 500 واحد في 500 لو هي سنها فوق ال 40 كان 3 وال 3 في ال 1000 يحصل له على الاقل دبلنج، بيبقى 6 ل 7 في ال 1000. تمام؟ 6 ل 7 تمام. انت المورتاليتي بتبقى 6 ل 7 في ال 1000 فده جاستيفايد ان احنا نعمل اندكشن ما بين 41 ل 42 اسبوع عشان ما سيبش العيانه تخش في 42 اسبوع اساسا. طبعا لو عيانه اولد ايج وفوق اوفر 40 بنعمل اندكشن امتى؟ 39
39 39 40 ويكس 39 40 ليه؟ لان نفس ال لقوا ان نفس المورتاليتي دي بتحصل ايه بدري شويه عند ايه؟ عند 40 ويكس وبعد 40 ويكس تمام؟ وكذلك هي دي نفس الفكره في الـ في التوينز يعني الدايكوريونيك داي امنيوتيك بنعمل لهم بعد ايه؟ بعد 37 اسبوع عشان نفس الكلام والمونوكوريونيك بعد 36 اسبوع عشان نفس الكلام فهي القصه بنفس الطريقه في الحاجات الايه المختلفه. What is the mood of read action tonight? What's the most action? Administration, oxytocin. But she did not comment on action. بس هو ما قالكش على الكونتراكشن ولا قال فيها وبعدين الممبرنس هو هي اصلا سبونتينيس رابشر ممبرنس اه هذا باين ستيشن والله دي هو كده دي كونفيرم الديلي كونفيرم الديلي يا تمام فكده يعني هو كوبرايمي كونفيرم الديلي كوبرايمي اوكسيتوسين Men's intravenous extrusion. Oxytocin, but he did not comment on contraction. Whatever, yeah, the delay the first stage confirmed. Yeah, حتى ما قدر اقول ان العينه دي اساسا احنا نعملها induction. Induction by Centoyes. طيب ليه ما استناش عليها 24 ساعه؟ ليه ما استناش 24 ساعه؟ بس هي رابشر ممبرين خلاص ما قالش امتى ما هو الرابشر ممبرين البري ليبر رابشر اوف ممبرين بنعمل له ايه بنعمل له اندكشن اوف يعني ان احنا نعمل له خلاص 41 ويك 41 ويك انت بيولده بيولده ماشي دي 41 ويك ستيشن بس هي ايه اللي حصل في العانه دي العانه دي عماله بتتفحص ما دام اتفحص يبقى لا اما تولد لا اما نعمل فاحنا مفكرين ان هي ايه ان هي ممكن انها ايه انها تمشي كويس واديناها فرصه يعني فحص والتاني يبقى خلاص لازم ان انا اعلق ايه اوكسيتوسين علشان برضه ما نطولش الفتره بتاعه الرابشر اوف ميمبرين بالذات ان احنا كمان فحصناها اكتر من مره. Woman was breaking cesarean section, 39 week gestation, it's some dilated CTG initially classified as normal. The situation because the order actually dropped from 140 to 70 for 9 minutes. And in spite of the fact of what is the most abbreviated course of action? Prepare for cesarean section. عند متابعتي كارديا بتزع ان سبايد بعد كده رب فيها بريفيس على طول بريفيس بوستين سيكشن جريت وات 43 از اوبومن ادمنت ذات سي examination with firm tender abdomen of rupture, moderate amount of active bleeding through the pelvic surface, no evidence of other later tract bleeding points, CTG repeat, sinusoidal pattern, خلاص دي يبقى cesarean section. Cesarean section. طبعا حالة يعني it looks like abruptio placenta, مش كده؟ تمام.
السينسود الفيتر دي على طول. خلينا نكتفي بكده النهارده. انا في اسئله في الامتحان اللي فات يا دكتور ثروت كانت على الانالجيزيا ديورنج الليبر، كان في لو قال العيانه عندها فوموتس وكده تقريبا، او انا مش فاكر السؤال بصراحه اكزاكت يعني، وسؤال فعلا جاء على الانالجيزيا في الليبر كذا سؤال يعني، عيانه بتولد مش عارف فيها سيفير بين وبتاع يعني كذا حاله كده، عيانه تانية مش يعني بتولد في البيت، مش فاكر انا يعني، او انا ما دخلتش الامتحان، بس انا للاسف حتى الحاجات اللي اتبعتت لي مش عارف اجمع منها. انا معايا الريكول هبعته لحضرتك. لا مش فكره، لو انا عندي الريكولز، بس انا عاوزك لو تقدر تظبط لي حتى السؤال ده يعني او كده، اشوف ابص على حاول تظبط السؤال ده بالذات، لان انا مش عارف اجيبه خالص يعني، مش عارف اجيب الايه الحاجات بتاعته. نتقابل المره الجايه ان شاء الله يوم الجمعه، هنبدا بقى جاينكولوجي. بس لو في اسئله عندكم يا ريت نناقش يعني، حتى اللي يحب اللي عنده اسئله مجمعها عاوز لما كان ناخد السؤال ده، عشان حرام نسيبه كده بدون حل يعني. السؤال ده بس يعني، السؤال ده بس حرام نسيبه كده. انهي ده؟ فايبر. بس ده تافه، السؤال ده اللي قدامك بس ده اقل. انا بس اقل من المستوى يعني، انا شايف بسم الله ما شاء الله مستواكم مستوى عالي، فعيب ان انا ربنا يسترها من الامتحان يا ريت. فعيب ان انا اقول يعني، انا لقيت بقى كده ان انا ايه، ان انا اخاف ان انا اقلل مستواكم، ويبقى التعامل معايا كده ان انا بقلل مستواكم مش بفيدكم. الله يجبر خاطرك يا دكتور. فانا مهم نرقى اكتر، فانا كده الاقي ان انتوا مستواكم انتوا اقوى مستوى يا جماعه، فانا يعني مش هقدر كده ان انا. بالتوفيق ان شاء الله. انا يعني نشوفكم الجمعه ان شاء الله في نفس الميعاد، وهنبدا الجينيكولوجي. يا ريت تبقوا ماشيين برضه في سماع المحاضرات ومذاكره الحاجات، وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. شكرا يا دكتور. حضرتك الله. السلام. تصبحوا على خير. وحضرتك من خير. مع السلامه. مع السلامه.